بسم الله الرحمن الرحيم. ولد رضي الله عنه بجيلان وهي بلاد متفرقة من وراء طبرستان في سنة 71، وكان في طفوليته يمتنع من الرضاعة في نهار رمضان إلى يتم إلى الله تعالى به. ولما ترعرع وسار إلى طلب العلوم وقصد كل مفضل عليم ومد يده إلى الفضائل فكان أسرع من خطب الظليم. وتفقه بأبي الوفاء علي بن عقيل وأبي الخطاب الكلوذاني محفوظ بن أحمد الجليل وأبي الحسين محمد بن القاضي أبي يعلى وغيرهم مما تنس لديه رئيس العلوم وتجلى. وقرأ الأدب على أبي زكريا يحيى بن علي تبريزي وكتب سمن ويكدباس وأخذ إلم الطريقة عن العارف بالله الشيخ أبي الخير حمد بن مسلم الدباس ولبس ميد القاضي أبي سعيد المبارك الخلقة الشريفة الصوفية وتأدب بآداب الوفية ولم يزل ملحوظا بالعناية الربانية عارجا في معارج الكمالات بهمة الأبية آخذا نفسه بالجد مشمرا لسائد العجد يعنينا بذل معلوف الإسعاف والإسعاد حتى أنه مكث 25 سنة سائرا في صحراء العراق وخراباته لا يعرف الناس ولا يعرفون فيعدلونه عن أمره ويصرفون. وقاسى في بداية أمره الأخطار فما ترك هولا إلا رقب وغفر منه الكفار. وكان لباسه جمدة صوف وعلى رأسه ريقة يمشي آفيا في الشوك والوعير لعدم وجدانه عليه يمشي فيها. ويكتاد ثمر الأشجان وكمامة البقل الترمى وورق الهشيش من شادي النار ولا ينام غالبا ولا يشرب الماء وبقي مدة لم يأكل فيها طعاما. فلقيه إنسان فأعطاه سرة دراهم كراما فأخذ ببعضها خبزا سميدا وخبيصا وجلس ليأكل وإذا برقعة مكتوب فيها إنما جعلت الشواذ لضعفاء عبادي ليستعينوا بها على الطاعات. وأما لقيه فما لهم الشواذ فترك لك وأخذ المنديل وترك ما كان فيه وتوجه في القبلة وصلى ركعتين وانصرف وفهم أنه مهفود ومعتنى به وعرف. اللهم انشر نفات الرضوان عليه وامدنا بالاسرار التي اودعتها لديه.